الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعل لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيء وكتابك إني صحيح الترغيب والترهيب وأنا درسي إني لحي اللباتناد وحنا كبلا بني حديثك شنبقل صدني يتدبر رقمك وحين كسو ترني الترهيب من عدم إتمام الركوع والسجود ديجيتان كي اللي يسجد شرعي إنو إنو قد ديجي ركوع دا إيا السجود إن أن لا تاميل أو أن لا نبيسترين وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه عمار بن ياسر إلهي يكرر لنقضي قال وحيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صوبناها وحان كم غلي نبي محمد السقالي إن الرجل ننكو واللغوها القبصنة يهوين دينا وكل جرتا أحكام تشرعيان ويسميهين لا ينصرف صلاة بوكا قدوما وما كتب له يضع عن لغر إلا عشر صلاته صلاة سي طبعا ميلاد وميل أهان مو يوحك لأيضا عن لغر أي صلاة كقدوما تصعها سقال ميلاد وميل أهان مو يوحك لأن لغر ثمنها سيدات ميلاد وميل أهان مو يوحك لأن لغر صبحها تضوى ميلاد وميل أهان مو يوحك لأن لغر سدسها خمسها لحميلاد وميل أهان خمسها شن ميلاد وميل أهان مو يوحك لأن لغر الربعها يعني أفر ميلاد ومو يميل مقوم عن وحكة للوقرين ثلثها صدح ميلاد ومو يعني ميل مو يعني عن وحكة للوقرين نصفها بركيد مو يوحكة لأن لوقرين ويكو كلا سريان أضومهم صلاة فعلهان فلك أي سمينيا ويؤ سمينيهين لكن الله سبحانه وتعالى قلبي غفيرنايا صلاة الشروط دي أي دمسترانتي قلبك الروح مؤمن كي صلاة تكن يعني أوتشوغو وحاضر أوياي صلاة با يعني روح قلبك السيد أوتشوغو أي أكلا أجر بدنت رواه أبو داود باورني والنسائي وابن حبان في صحيحه بنحوه أبو داود حكورنا يتضابق السلاشن اللي في سننه نسائنا وحكورنا في الكبرى اللي حبق ليشن يطبن ابن حبان في صحيحه يكون سديد بقول سديتنا يسقال بكورنية وعن أبي اليسر رضي الله عنه صحابي أبو اليسر اللي له حال قورنا يا الله كرر للنقدة أن النبي صلى الله عليه وسلم صبنه نحريسي أن بتقولي يا أماني دوش يسها هاتي قال وحولي منكم وحيد كم إذا من يصلي روح تكون يا إذا كم إذا صلاة صلاة أو كاملة دم يسترن روح صلاة دم يسترن تكون يا أيا إذن كم إذا أبو نبي صلى الله عليه وآله وسلم ومنكم وحا إذن كم إذا من يصلي متكن يا النصف صلاة دي بركيد متكن يو صلاة دا بركيد أجر كي لو قري والثلث صدح ميلاد وميلاحان مد أجر كي لو قري والربع أفر ميلاد وميلاحان لو قري والخمس شن ميلاد وميلاحان لو قري حتى بلغ إلى أقار نبي صلى الله عليه وسلم العشرة طبعا ميلاد وميل أهان مدلو قريو أيا إذن كم إذا بوير نبي صلوات الله وسلام عليه وحين أبهن وقت أن الصلاة قلين إيه إلهي سبحانه وتعالى هر تاغن هاي قدر كاير إيه كوبا قلبي جينا إنا ينصو حادرنا وأدنيا إيه مشغول كيد نفط إيه الشيطان كوي إسكول لما نسيهين أدنيا إيه مشغول كيد إنو ميل إسكالير رواه النسائي وورني بإسناد حسن في الكبرى في سنن الكبرى بكورني اللحبق للحية مرقمك واسم أبي اليسر أبي اليسر مقعس بلياء المصنات يعني تحت وصين المهملة مفتوحتين كعب بن عمرو السلمي شهد بدرا مقعس وحال يلهدا كعب بن عمرو السلمي أيال يلهدا ورقي صحابة كم دها دقال كي بدر كقيب قليب صحابة هل دور كودا شهادة وقصة الرئيسية لقاطا ودقال كي بدر روح عنه كقيب قلو وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال وحول أبو هريرة إلهي كره للنقدة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلى وحول الصلاة ثلاثة أسلاس صلاة وسدح سلس
وصدح قيبوت قيبتك ودوحوي الظهور ثلث ويسقاتك الروح ويسهو ويسقاته وصلاة دي قيب كمدة صدح دي ميلود صلاة دا كمدة ميل أهام بو روحا سيئو لمايستري أما قيب أهام بو لمايستر والركوع ثلث ركوع دونوا ثلث والسجود ثلث سجود دونوا ثلث ركوع دو قيب أو وقيب تي لباد سجود دونوا قيب أو وقيب تي صدحات فمن أداها روحي قتا صدح ذا قيب روحي قتا قبلت منه صلاته صلاتي سوى لك أقبلي وقبل منه ولك أقبلي سائر عمله عمل كيس انتي كالباقي أهيدي صهرتين ولك أقبلي رسول كله صلوات الله والسلام عليه ومن ردت عليه روحي دشي سلقعليه صلاته صلاتي سروحي لقعليه ومعناها صلاتي سلق أقبلي وايو ردت عليه سائر عمله عمل كيس انتي صهرين والقوع لي دوشي سنبي قوير صلوات الله وسلام عليه مركة هالبيقة صلاة يعني وحوي وافرها عمل كأوردان إن لفيريو ولقا أقبله وحا سببه نقول إيسا هدي إله يكورو هي صلاة دوني حقاكت صلاة مركة إنه أهمية سكسارنو أيال دوني رواه البزار وباورني وقال وحولي لا نعلمه موقين مرفوحا حديث كان النبي قال الله قرية لصلوات ربي وسلام عليه إلا من حديث المغيرة بن مسلم مغيرة بن مسلم مويانا حديث كي سموي عدك لو النبي قال قرية شيء ما قرنا إنه وقال الحافظ وحولي وإسناده حسن البحر الزخار مجلد كالحية بن هاد بقول لحبن يا أفر بو هدي إله يكور يهي وكتل الماما يا بزار حديث كنا وحسن صحيح وعن الحريس بن قصي يعني قبيصة حريس بن قبيصة وحلق ورنا يقال وحولي قدمت المدينة مقال ذا مدينة صوق لي وقلت مركزا وحن اللهم ارزقني جليسا صالحا الله حادقو إرساق دا صاحب ونكسن وعن لفرستو الله يقو إرساق قال وحولي فجلست إلى أبي هريرة إلهي وحوئي وفجي وعن لفرست أبو هريرة فقلت وحاني إني سألت الله أبو هريرة وأن كو ورمي أنقو حان إلهي ورصدي أو سؤاشي أن يرسقني جليسا صالحا إنه إلهي يغو إرساقو إوافتيو يعني جليس وناكسن إي صاحب وناكسن وأن لفريست صاحب كو قفك السامين بكولي يهي هدو وناكسن يهي يهدو حن يهي نبقين صلوات الله والسلام عليه وحوري المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل الرجل على دين خليله روح وحوكس بن يهي دين تصاحبك إيها كفير صدو عده صاحب لنقنيه وتصومالي دو أي لهذا المركة كورمي يندرس كاقا مركو ضيو مرنا كو دين يعني مرنا كدر رو مروات كو ديمي سايوات تشعلاني ساو حد ليضها القفكاس درس في عمبوها وقت في عمبا نصوض قاضني خيرات قيمة بدن بيها هايين مؤمنين بيها هايين مرة هدي لا يكورو يهيواد لغن حمو إيا دب هدي لا يكورو يهيواد باتك شيئا نيسا فحديثني إي شيئا بانكو إلي أبو هريرة بحديث حديث وسمعته من رسول الله حديث النبي محمد كما قشي إي شيئا بانكو إلي لعل الله أن ينفعني به اللي وحو مدن يهيين ويقو أنفعو حديث كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما قشي يعني مركع فقال وحولي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نبي محمد وحان كما قلي سقول إن أول ما يحاسب به العبد وحاوقه الرئي أدونك لك حسابي يوم القيامة مالك قيامه كاسو من عمله عمل كيس كم إذا صلاته سلادي سوي فإن صلحت هذه سلادي سيها قاكتو فقد أفلح والي باني وأنجح وان قوليستي روحاس وإن فسدت هدي سلاديسي فسهادو أو سلاديسي وحسكر إيمان وقيب كميدة أي سكر إنتو فقد خاب واهوغي أو خسر وخساري أيولي نبي صلوات الله والسلام عليه وإن انتقص هدو كنسقامو سكر إيمان من فريدته فرد كيسي هدو سكر إيمان قال الله تعالى إلهي بأوحي لها انظروا
في ريا هل عبدي أدون كيغا موسوق نادي ومليليه من تدوع سنة مليه يكمل به لغو كامل ولغو نميسترو من تقص وحي إسكادمي ومن الفريدة فر الكيسة كاملة. إلهي سبحانه وتعالى بعدله وإحسانه وكرمه ومنه أدون كمؤمن كأل وأن حريسان يوحليه بل سنياشي سفيرية فردك الرأس مالك هذي وحسك دمين هذا دون سنة بل هين محافرتك لغو كاملة يا سنة هين إنو آدو قد دالنو سلاة واجبك عينو إلا لنو شروط ديدا هيئات كيدا أركان تيدا خشوع ديدا عينو إلا لنو سيدي نبي محمد أوتو كدين عينو أوتو كنو صلو كما رأيتموني أصلي فنبي قول لي صلوات الله والسلام عليه ثم يكون وحوهانا يا ابو نبي قول سائر عمله عمل كيسا انتي صوهر دينا يعني على ذلك سيدا صوك لي أهانا يعني رواه الترمذي وغيره الترمذي غير كي باورني وقالوا حول حديث غريب أفر بقول يصدح يتوم بن كورني وعن أبي هريرة رضي الله عنه أبو هريرة وحال قورني يا ربي هكرها للنقدة قالوا حول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما نبي محمد بامالين مالمها كم إذا نتوشيي ثم انصرف صلاة ديبو كقدوم وكبحي فقال وحول يا فلان هبلو ألا تحسن صلاتك صلاة دميادن هجاتينين حات صلاة ذو هجاتين ويدي ألا ينظر المصلي روحة كان يميان في رنين إذا صلى كيف يصلي مركو تكن يسيد تكن يو فإنما يصلي لنفسه نفسه سوم تكن يا معايا لعمل كان هي عبادة نات سمين صادقون بيكو تعالى وتيله لي قرآن كيس كله من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها إني أنقول الله أبصر وأنرك يا أبو النبي قول صلوات الله وسلام عليه من ورائي قداشي دي حق الدنبان إذن كأركيا كما أبصر من بين يدي سيدان هورتي ذا وحوق أركيا أيان قداشي ذا وحوق أركيا أبو النبي قول صلوات الله وسلام عليه وعلم من أعلام النبوة وعلامة دي أستان كتوسنة سأستان تي النبي نمدى روح عادي قاهي قداشي سواحد شوغا انت بدل ما اركي كرو لكن نبي قينو صلوات الله وسلام عليه هورتيسا ايه قداشي سقوميد باي اهيد اوحو نبي قولي يسيدان هورتي دا ايدين كاركيو ايان قداشي دا ايدين كاركيو ابو نبي قولي صلى الله عليه وسلم رواه مسلم والنسائي وابن خزيمة في صحيحه مسلم حكورن يا افر بقول صدح يا صدن ابن خزيمة مجلد كواد لما بقول افرتن يكوب كورن ايه ولفظه لفظه سنو حوه قال وحي صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي بان نتوشي الظهر ظهر كبون نتوشي فلما سلم مركو سلام نقصدي نادى الرجل النبو أرد واقي ننكاسو كان في آخر الصفوف صففك آخر كوضا قصقنا حق وضا ضمن فقال وحي يا فلان ألا تتقي الله ورهب لو ميادا إلهي كبقي سبحانه وتعالى ألا تنظر كيف تصلي ميادا في رنا سيدا دوت كنيسو إن أحدكم متكين إذا قام مركو استاغ يصلي حاله يا ميت كنيا إنما يقوم استاغ يا يناجي ربه ربك حاله لفقيا فلينظر هفيري كيف يناجيه سيدا ربك ولفقيا إنكم إذنكم ترون وحادو أركتان أني أنو لا أراكم إن إذن أركين بادو أركتان إني والله أنو إلهي بان كردارتي لا أرى وان أركيا من خلف ظهري دبر كيكا قداشي ساندين كأركيا كما أرى من بين يدي هورتي دا سيدانو أركيا وكالي أيان دبر كيكا قداشي ساندين كأركيا وحديث كيور معنوه فايديني وكلو فايديني وعن أبي درداء رضي الله عنه أبو درداء وحال قوري ربي هكرا للنقضي عن النبي صلى الله عليه وسلم نبي قوحو كوري قال إنو نبي قولي أول شيء يرفع شيء أقوله الرئيس أمد لغا كرقادي دوني لغا رفعين دونو من هذه الأمة أمدان يدع الخشوع خشوع دواي قلبي قودو إنو حصل ونادو حبنوه جيركو دون أي دقنادان درينك قلبي قودنا ألا أكو إنادو خشوع لسا لغا قاضيا حتى لا ترى فيها خاشعا إلا آذن أمدان لحيدة آذن كل إحركين روح خشوع سنة آذن كل إحركين
خشوعنا ومعناها ووحى أقومهم سن صلاة إلهنا سبحانه وتعالى مؤمنين توكوا أمانيو ألا وحي لقد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون مؤمنين تواليبانين كواسو صلاة ودقو خشوعية. رواه الطبراني يباورني بإسناد حسن في مسند الشاميين مجلد كلابات أفر بقول رقم كأبو كورني. ورواه ابن حبان باورني في صحيح في آخر حديث موقوفا على شداد بن أوس مرك حاكم نو صحيح يلي من رواية عبادة بن صامت ذهب وقوى فقي ترمذ نواح تحسيني رواية عبادة بن صامت وهو مخرج في التعليق على اقتضاء العلم العمل رقم كسدية يسقالات أي لقوح تحسيني. ضيب ورفعه الطبراني أيضا والموقوف أشبه موقوفك يعني أيها هدي لا يكون أيها السيدة صوابك أو يقبولي مندري لكن وحولي ألباني قلت بل المرفوع أشبه لأن له شاهد لا سيما وهو لا يقال بالرأي سيبا قارهان ما دام وحان رأي لغو قران كرن آن أويهي حديثك سيدة مرفوعة أيها هدي لا يكون أيها السيدة صوابك أولو. وعن مضرف ابن عبد الله يعني مضرف ابن عبد الله بن الشقير عن أبيه وعبد الله بن الشقير رضي الله عنه قال وحي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي بانرك يصلي سجود كني النبي محمد صلى الله عليه وسلم وفي صدره أزيز كأزيز الرحى حبت كيسة لابتي سنوحى هذا النبي أزيز صوت باء هذا كأزيز الرحى سيدا شيدين شيدين كأما مدحين كا يعني وحلقو شيدا سيسنتا سليدا لقو شيدو صوت كيسي عود كيسو كلا من البكاء من أجل البكاء أو هنت أو أيو نبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة دمركوت كلا يدرت عينان لا تمسهم النار عين بكت من خشية الله لبا إن دود ناري ما تابطو وحكم إذا الإله درتي أو إذا أيا كمل. رواه أبو داود والنسائي ولفظه لفظ جسر وكل ما بقول يكون لصدح بقول يا أفرتون أبو داود نسقال بقول يا أفر بكورني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي نبي محمد بانر كيسقو تكني ولي جوفي لابتي سنوحة هذه أزيس كأسيس المرجلي عط يعني عط كديري أو كلمرك أو كريو أو كلا يعني أياء هذه عض نعاس وكلا يعني وحوش إذا يبكي نبي وأوي صلى الله عليه وسلم نبي قلبي ساقينا أقنت إلهي سبحانه وتعالى أولي هيبا آدو ينيد عبصد إلهي سبحانه وتعالى وكعبصنا يا أياب بطنيد. رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما نحو رواية النسائي إلا أن ابن خزيمة قال وحلو لصدره حبت كيس يلاب تيسا. وعن علي رضي الله عنه قال وحلو ما كان فينا لحظة إذا ما حين فارس مدفر دولية يوم بدر مال كي بدر غير المغداد مغداد بن الأسود عضا نحين ولقد رأيتنا وحان سركيني وما فينا يدو لحظة إذا آنو أحين نغمد حين إلا نائم مدفر دموياني قفكستو لحظة إذا جوغا إسيقو أوهردو إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا رسولك إلهي مويان تحت شجرة جيد هوستي بوكس ويهي يصلي حاله تكني ويبكي أويهيو حتى أصبح إلى أوابرست إلهي مبري إتستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين أدب إلهي مال كان نبي أبريي قعمه آدي آد كرغ تاغي بريدي إلهي سبحانه وتعالى يوبدي إلى قوي قرقر كوصارنا يعني مركب وكدع. رواه الحاكم وورني وقالوا حي صحيح الإسناد مجلد كلام هذا أفر بقول صدني لبو لكن حديثك إمام مسلم باب ورني لبو بقول صدني أفر رقم كأه إنه مسلم تيريانا كفي عنان لحي الترهيب ديجيتان كي ليسك ديجي ريبتان كي ليسك ريبيب بابو يهي من رفع البصر أرق إنكر لو قادو إلى السماء سمد حق إذا إنكر لو في ريو في الصلاة صلاة دحي إذا مركا لغو سبيني سي وقفك وخشوعه خشوع دا وحاوقو مهيمسا
أسبابها خشوع ذا كياننا كم ذا روحه إنه هوس أوفيري أو أنو كر فيرين هرتي سنة ما فيرين أيو يعني كر أي حاجة صمد أنا ما فيرين أيو ماشي أو كسو شو ذا يهوس تي سوفيرين أيو. عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادمك نبي وحال قوري يا ربي حكى رالي نغدى أنس بن مالك قال وحر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك لو حر ما بال أقوام حق حال كود محوية هي وهبرق إنك نبي محمد ومد مركو تعليمين أي وحبر أيو يرفعون حال يكرو قاضيان أبصارهم أرجودا إلى السماء السمد حق إذا يكرو قاضيان في صلاتهم صلاة دودا لحدودا فاشتد يعني وحاضرنا ذي قوله هذا الكيس النبي في ذلك أرنك أو كهد لي حتى قال إلهي لينتهينا ويكرب توميان ويكتغيان عن ذلك أرنك ويكتغيان أو مسألة تخضفن وحال ضف دونا أبصارهم أرقيدوا ذايا لضف دونا وعندها لقادي دونا عندها لتر دونا. رواه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه نهيجا ليسكر بيوحو يقفك إنو الصمد في ريو وحاكرنا لنا يوعيدك يقودين تا نبي محمد صلى الله عليه وسلم وقوديو إن إنديه بروح إنتا لقد دفعان يديب وصو النقن بخاري باورنا يستدو بقول يكونتم بكورنا أبو داودنا رقم كاسقال بقول يلبيتوان نسائنا وحكورنا يكونت دو بقول يمرك سداشنا يصدح ابن ماجه نكون يافرتنا يافر بكورنا. وعن ابن عمر عبد الله بن عمر وحال قوري رضي الله عنه قال وحول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وحول لا ترفعوا أبصاركم إنه نكره وقادنين نكره وفيرنين إلى السماء السمد حقير فلتلتمح يعني مركع إذن كتغ عن إنه يعني نور كود وإذن كتغ يعني في صلاة صلاة الحديد. رواه ابن ماجه والطبراني في الكبير ورواتهما رواده دون رواته الصحيح صحيح رواه رقي سواه وابن حبان في صحيح ابن حبان صحيح سكورنا يا ابن ماجه كون يا فرتني صدح ضبراننا في المعجم الكبير مجلد كلا بيتون هذا لباب قول سديتني صدوع ابن حبان في صحيح لباب قول يعني لما كون لباب قول يسديتني يكور عنك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحل لي ينتهينا واللي ويكرب تومي ويكتقي أقوام قومهم عن رفعهم كرقات كاي كرقات يان يعني أبصارهم أرقيدو دا إلى السماء السمد حق يدا أي فيرنا يان يعني عند الدعاء دعاء أكتي يدا في صلاة صلاة دحل يدا أو أمسل تخضفنا أموال لضفي أبصارهم أرقيدو دا لضفي. رواه مسلم والنسائي مسلم والنسائي يقولون يو حقفك لقرب يا روح مؤمنك marka uu salaad ku jiro inaanu samada fiirin ee meesha uu ku sujuudayo yaani inuu fiiriyo ayaa la faray muslima far buqul labatan iyo sagaal buqurin ya nasaina kun laba buqul sadbatan iyo lix buqurin. Wa an abi sa'id al khudri radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alayhi wasallam qala wuxuri idha kana ahadukum fi salati ruhidinka idin kamidihi markuu salaad dhexdeeda uu ku sugan yahay فلا يرفع بصره أرقي سيانو كرغ قادن إلى السماء سمد حقيدا لا يلتمع ومركا عنده لقدفه وعنده أي كتغان. رواه الطبراني في الأوسط من رواية ابن اللهيعة رواية ابن اللهيعة لكن شاهد بوليو شغلباني حديث كوا صحيحي علي جلد كوال يعني بقول يصدح. ورواه النسائي عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة أن الرجل نين أو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نين أصحاب النبي كم إذا حدثه وحوشاقي ولم يسمي نين كان مان ومقعاب شغلباني وحولي قلت لا أستبعد أنه أبو سعيد الخدري إنو يهي محايا لي هدي لا يكور يهي صحابة حديث كان ابن عتبة وكوري وكم إذا عند أحمد بسند صحيح والضبراني في الكبير والأوسط. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحل لا ينتهينا واللي ويكتك أقوام قوم يرفعون أبصارهم أرقيدوا دين يكرقوا قاضيا إلى السماء سمد حق إذا في الصلاة صلاة الحديدة أو أمس لا ترجع إليهم أما إنديه حقه ذو كمسوا اللابنيسوا أو ديبوا كمسوا نقنيان.
رواه مسلم وابو داود وابن ماجه. ولأبي داود وحوصنا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد نبي محمد با مساجد قال يصوبنها فرأى فيه ناسا ضد بكوار كي يصلون تكنيا رافعي أبصارهم وإنه ذكر وقاضي إلى السماء سمد حقي ذا فقالوا حلي لا ينتهين واللي ويكتهي رجال ربي يشخصون إن يتاقيان أبصارهم أرقودا في الصلاة صلاة حق الصمد إن يتاقيان أو لا ترجع إليهم أبصارهم أما إنه ذكمس والله بنس وكمس ونقنس يشخصون فإذا هي شاخصة أبصارهم وابيض عنده أي قيامة أي تاجمين بألله سبحانه وتعالى مسلم بقولنا يعفر بقول يسدد لباتنا أبو داود نسقال بقول يلبي طبعاً ابن ماجه نكون يعفرتنا يشم بكورنا يا وعلي هاي النسخة مخضوطة عسيد عساق قرن لكن يعني لفظ أبي داود لم يروه ما قبله أبو داود يعني وحكى أنت كهر السمان ورم بولي هاي طيب الترهيب ديجيتان كي ليس كذي بابو يهي من الالتفات الضيمو ملعسي يفيرن لفير يفي الصلاة صلاة دحديدة يوغيره يعني فيرن تغير كذو من ما شيء كم إذا يذكر ولا شيء باب كلا بشيء عن الحارث الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحده إن الله سبحانه وتعالى أمر يحيى بن زكريا يحيى بن زكريا النبي قال أورنجري با إلهي وحفري بخمس كلمات شنك المدود شن ويرود با إلهي وحفري يحيى بن زكريا أن يعمل بها شن تا ويرود إنه كعمل فلو ويأمر بني إسرائيل ربن إسرائيل نوفر أن يعملوا بها إنه كعمل فلان وفرين يماسج حق إلهي كيمي يعني النبي الله يحيى بن زكريا لوسو ديبي وحالي لشانتن ويرود أذيقنا كو عمل فل ريبان إسرائيل نفر بالوير ضيب وإنه كاد وحوده واذي أن يبدأ بها إنو لده شانتي ويرود إنو لده كده واذي قال عيسى بن مريم وحوي لنبي الله عيسى إن الله سبحانه وتعالى أمرك وحو كفري يحيو بخمس كلمات شان ويرود بو كفري لتعمل بها إن أتقو عمل فشو أو تأمر بني إسرائيل ريب بني إسرائيل أدفرتو أن يعملوا بها إن يكون عمل فلان فإما أن تأمرهم إن أدفرتو وإما أن أمرهم أن يئن أن نغفر وحبك مرح الله بك مرح حيسو فرينتي يماسيك حق إلهي اللي قاقسو ديوي إن أدقارسيسو يئن أن نغارسيو لبدا وحبك مرح حيسو فقال يحيى وحول أخشى وحنك عبسنا يا إن سبقتني بها هدادي يقهر ريسو هدادي قد ريسو أن يقصف بي إن ليلقو يرولك أو أمسي أعذب أم اللي عذاب فجمع الناس دادكي بسوروري في بيت المقدس بيت المقدس دادكي رحديسو دادكي كسوروري إسو كالي يرفرين باني دين هيا فامتلأ وابو حسمي بيت المقدس وابو حسمي وقعدوا حيكو فلسطين على الشرف ماله كري شرف حاليا الأماكن المرتفعة ماله كري يقريها دير كودي لنعيد ودي ويصوف فلسطين فقال وحولي يحيى بن سكرية وحولي إن الله أمرني إلهي وحوي فري بخمس كلمات شن ويرود بو الله فري سبحانه وتعالى أن أعمل بهن شنتا ويرودنا أنكو عمل فلو وأمركم أن إذن فر أن تعملوا بهن إن أتقوا عمل فشان أولاهن مد وضعوه ريسا وحوي أن تعبدوا الله إلهنا العابدان ولا تشركوا به شيئا شين إلهي أيضا كل مان حقوق دنك عبادة إلهي لي عدنا إن إذن الله سبحانه وتعالى ولا قيب وشيك كواد مرك شيك استوء فرنا تصالي أي فهمي كران أنه لشو ذكا ترجمه يو أي وحكو قران كران أي يعني مركع وكوتو صيح قران كان هبدقن كوالوية قانايو واتي الهلي وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون تاسي واتو صالح وأمثال إيا ماهماها أنو يلينو تدك عقلك لسي أيو فكران وتصالحها لسي أيو نميل قاتان أو حقو فهمان وعليه مركا وإن مثل من أشرك بالله روح إلهي سبحانه وتعالى أو شرك السمي
إلهي عد كله كل ماني مثل كيس يتصاليه سوحيه كمثل رجل اشترى عبدا واصدي نين أو كله أو أدون إبسدي أدون كأو إبسدي من خالص ماله حوله سي صافي هابو كإبسدي أو بذهب أو ورق حوله سي صافي هايو أما الذهب أما فضاء يقالنو كإبسدي أدون كي مركو سو إبسدي قرقي سيبو كان فقالو حولي هذه داري مدني ودارتي دي قرقي يواكن وهذا عملي كان نوع عمل كيجي وشقده أن كودر سنة يا وجريان هنا ذي كشقيس فعمل شقيه أو أدي إلي إيجود وحي شقيه عتصاق بتنا إيجود أو إي كان فكان وحها ضنك يعمل ومد شقيه ويؤدي مد جتوها إلى غير سيده سيد كي سعيد عن هينا مد جتوه فأيكم كنبا يرضى رال نقول يا أن يكون عبده أدونك صينو هذا كذلك سدا سوك لينو هذا بني آدم كرال يكون نقول يا وأي قف شقاله ساء إنه قف كله يعني مرك وربحين تي الربوط كي يكمل جيسا وحي كصاب سنة وجي اذكر رال نقول سامي شرته مايا سدا نروح وقول رال نقول يا أون شرين الله نقول رال نقول مايا حقوق دي عبادة دي إساقوولها هذي بريتهاي يهدي قورعتهاي يهدي نذرتهاي يهدي رجتهاي يهدي خوفتهاي إن عدك الإلهي للو ذاتي وإن الله أمركم بالصلاة إلهي صلاة بوئذ فري فإذا صليتوا مركاتك نسان فلا تلتفتوا هديمونينا حريرها فيرفيرينينا فإن الله سبحانه وتعالى ينصب وجه وجهي سوتاقيا لوجه عبده أدون كيسا وجه كيسا يسوقا بلون يا وجه كيسا في صلاته سلادي سلحده دا ما لم يلتفت هدانو أدون كوانو ضيمون الله سبو مخلوقات كيسا كوريا وعرش كيسا كوريا أيوه هدان وجه كيسا الله سبحانه وتعالى كسو آدين يا أدون كيسا تكني تلمامها علينا سبحانه وتعالى سيدا نبي شاقي بين أصغينا كيف يدو ذنا مقرن إنو وحين أولئك نهي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ساسو كلين أولئك ضيب وأمركم حاندين فريا بالصيام صوم باندين فريا فإن مثل ذلك كاتو ساليه سوح نقنيا كمثل رجل في عصابة وانين سفدي إيا تلمامه سو كلي أو كوحي جماعة كل حجرة معه لتركي سوحا هذه سرة فيها مسك يعني الشندد بورصو يعني مسك يعذر وكسوين هاي أيوتا فكلهم لما انتو ذي يعجبوا وحي الله يا بيان أو يعجبه أما وحا عجب قلنا يريحها أورتي ذي بعجب قلنا يسا وإن الريح الصائم يقفك صوما ريح ذي عرفتك صوب حيسا أي أديب عند الله من ريح المسك إلا يكتيس وحي كأدقون بضنتهاي عرفتك صوب حيسا يؤدوك كصباحا يا عذر كمسكي قليل هذا وعذورتا جندا لغاها لكمد وأمركم بالصدقة الصدقاء يعني فريا فإن مثل ذلك كاتو ساليهيسا يسفدي سوحين قلسا كمثل رجل نين أوكلا سفدي نينكاسو أسره العدو عدوغي يعني أوقفاشي فأوثقوا يده قعنتي سيبي حلان إلى عنقه القنتي سيكو حلان غلبا لورنج ريوه وقفك الله تشبيه قعمه سلقنت لغو حلو وقدموه ويكانين ليضرب عنقه سعي قورته وقلفتان ودلان بيو كانين فقالوا حلو أنا أفدي نفسي منكم أنا قال نفتي إذا إذن كفرنا يا بالغليل والكثير وحير يا وحفر بضنبا نفتي إذا أيان إذن كفرنا يا وإذن كقبت بات سنية ضيب ففدى نفسه نفتي سيب كفرتي منهم حقه ذا وأمركم حاني فريا أن تذكروا الله إن إله حسطان عربكين ذكر إله يحسك سوككو ينادو فإن مثل ذلك كاتو ساليس وحن قل يا كمثل رجل نين أوكالي يعني خرج بحي العدو عدوين في أسره راتكي سيأي دبس عضان سراعا حاليهين كو دقدقية نين انتو بحي عدوين سينا أي صور رات قادين وأي دبس عضان وعيرسان أيان كاسو كلا لمديه
حتى إذا أتى مركوي منك عدو عيرسني على حصن رفيس وحصين لا أتكي مركوي مي فأحرز نفسه نفتي سوء إلى لي منهم حقودك إلى لي كذلك العبد أدون كون واسدا صوك لا يحرس نفسه نفتي صماء إلى ليو من الشيطان شيطان كحقي سكما إلى ليو إلا بذكر الله إلهي حسكي سموي وحك لك كما إلى ليو ذكره وحسك على سبحانه وتعالى وحيقفك دفاع ويه شيطانك أي الله سبحانه وتعالى كا إلى ليا قلبي سا دقنا شك هلا نولشي سا وحك بدشا إيمانك قلبي سا وحكجرا وحك سيادة ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم نبي قنا وحولي وأنا أمركم بخمس نغنى شمبان ذي فريا الله أمرني بهن إلهي ويفري السمع والضاعة اسم قلي كلا الضمبين بان ذي فريا والجهاد والهجرة الذرتي يكلم ذي سؤال يكر النقطة النفط الله رو لو جهاد لو هالقم الذرتي إن لو هجر وذان ذي فريا والجماعة اسكدوبني كلا الضمبين بان ذي فريا هجانكين السياسية تلدى الدين هي أتقدم بيسان فإنه من فارق الجماعة جماعة الروح فراقية أو مسلمين توذا تشركوا دي وحددوا دي كبحا قيد شبر تاكئن لك فقد خلع وحوسي بي ربغة الإسلام إسلام كمريك تيسي أي وحوكسي من عنقه لغن تيس أي كسيبي مريك وحال هذا حريك يعني مركا مقشة يحولها يرير لغنت اللوغي ليو والله وحر حرالي له ذاتك مركا غاركو ديناني فاهمين بالغي إلا أن يراجع يعني هدي إله يكون إنه صول لابتو إسلام نمدي وصول لابتو يعني. ومن ادعى روحي يعني مركا كرد واقع دعوة الجاهلية جاهلية دي يرمدي دي طلاي يا رير هبلاي أنقو رير هبلا وحا روحي كرد واقع فإنه من جسا جهنم جهنم حابده دي قشن كيده ويهي أيوه النبي صلوات الله وسلامه عليه. فقال الرجل نبا وحري يا رسول الله رسولك إلا وإن صلى وصام ما حتى هدو تكنيو صوميو ما جهنم قشن كيده حابده دون نقنية. فقال النبي وحري وإن صلى وصام حتى هدو تكدو أو صومو فادعوا بدعوة الله إسقوع إسقوع روحي إلهي دين كوي ياري التي تاسو سماكم التي تاسو سماكم الله أويدنكم مقعبي المسلمين المؤمنين عباد الله مقعاسا إلهي دين بحي هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا يعني كوحي أورنا دسكم مقعوضو مقعلكو بحي إماها سبحانه وتعالى ووليب أطع صبتو قبيل إيو هدي إلا يكورو يا رير إيا ديغان إيا ديغمو إنا دو تعصبتو إسقو ياردو أوغو حبر قيشة إسقو حبر وعطو أولها اللغو حيرو وعيدة حجرين إيسا أي نقطة عيدة يعني وحاكو حجرين إيسو اللهم بان النبي وحوليه صلوات الله وسلام عليه بدعوة الله التي سماكم دعوة دي إلهي دينكو ياري يا مقعي إلهي دينكو مقعابي المسلمين المؤمنين عباد الله الضمد إلهي مقع عيسو ير وعطينا صومر نبينا صلوات الله والسلام على سقوا لأفشوا السلام بينكم وأدعموا الضعامة وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله نقض الضمد إلهي ولا لا دينة عقيدة كو ولا لوبي سيد إلهي فري سبحانه وتعالى رواه الترمذي وهذا لفته وقال حديث حسن صحيح والنسائي ببعده نسائي نبركي بورنية وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والحاكم وقال صحيح على شرد البخاري ومسلم. طيب حاكم جلد كواد لو بقول يافر بكورنيا ابن حبان بحكورنيا يعني هدي لا يكورنيا لحقول لو بقول صدري لو ابن خزيمة جلد كستعاد بقول سقاش نيشن ترمذنا لو بقول لو كون سداد بقول لحدنا يصدح بكورنيا. طيب إلهي وحان ويدسننا سبحانه وتعالى عمل كينا إنه ألا ونقا أقبله وحن ويدسننا الله سبحانه وتعالى عبادتنا إي عقيدتنا إنو صوبيو الله سبحانه وتعالى وحن ويدسننا عمري عافمات كل سن عافمات اللي تقوى اللي كعبسي كحرا
iyo cilmi camal fal ku xidhan inuu camal fal ula xidhiidho. Allahuma aati nufuusana taqwaaha wazaki anta khayru man zakaaha anta waliyuha wa mawlaaha. Allahuma ina nas'aluka iimanan kaamilan wa yaqiinan saadiqan wa qalban khaashican wa lisaanan dhaakiran wa risqan dayiban wa camalan mutaqabala wa cilman naafican wa jazaakum allahu khayran.